بخصوص القرار ديال الخفض ديال ولا تقليص سعر الفائده الرئيسي، غير زعما الاثار ديالو اللي ممكن على سوق الشغل وايضا الديناميه ديال البطاله من ناحيه، وايضا التضخم في ظل يعني واخا التدني زعما ديال الارقام، ولكن الاسر مازال تحس يعني بداك الاثر ديالو المستمر عندها حسب يعني اخر المؤشرات ديال لاش سي بي ديال المندوبيه الساميه للتخطيط بخصوص الثقه ديال الاسر في مستوى المعيشه اللي دابا تدنى لادنى المستويات منذ 2008 اظن. وايضا بخصوص المشروع ديال الدرهم الالكتروني فين وصلتوا فيه في علاقته بك. شكرا جزيلا. سيدي نبداو بالدرهم الالكتروني. اللجنة خدامة هادي فوق سنة، عندنا ماشيين فيها اولا الخطوة الاولى كانت شنو هو الهدف شتنستهدفو الا بغينا نعملو الدرهم الالكتروني، واش الكاش اللي دوينا عليه، واش شمول المالي، واش فافوريزي لي سيرفيس دو بايمون ديال لي كاتيجوري ديال الهشه الى اخره، ولا سي هادي تنسميوها حنايا لي بايمون دو ديتاي. وفي الدول الكبرى تنشوفوا لو ديتاي لي بايمون دو غرو لي سيستيم دو بايمون. الاغلبيه الدول اللي بحالنا اللي مشات في هذا الشيء مثلا للموريس الى اخره ماشي في هذا الاتجاه اللي قلنا حنا، واللي من بعد الدراسه هو اللي اخترنا. حنا اخترنا على انه التوجيه ديالو الاساسي يكون دون لو ديتاي لهاد الاهداف اللي قلنا. هي عملنا تجربه داخليه بيننا وبين البنك الدولي، لان البنك الدولي والصندوق النقد الدولي هما اللي تيتعاونوا معنا في هاد النقطه هادي ديال هاد الدرهم الالكتروني. وعملنا في هاد لا بلاتفورم في واشنطن ديالهم، وعملنا كيف تتعمل الى الى لا ليميسيون لا ديفوزيون اي لو بايمون. اشياء سهله ماشي على حسابك شي اي بو تيستي بروميير تيست، واش من ناحيه التقنيه سكي تكنيك واش هادشي يمكن له يتصاوب ما يتصاوبش الى اخره. هاد تجربة عملناها، ولكن اللي هو أصعب من هادشي كله هو اللي ماجي من بعد، هو على أنه جميع المشاكل القانونية والمشاكل التنظيمية والانعكاسات ديالها على المهام الأساسية ديال البنك المركزي، السياسة النقدية إلى آخره إلى آخره إلى آخره، فهمتيني؟ دونك هذا هو هادو هما لي زيتاب. وهادشي راه ما يحسبكش ديال غدا، كيف قلت لكم عده مرات هادشي راه متوسط او طويل. وي لان حتى اللي بدا فيه تراجع، اللي بدا تراجع لان شكون اللي عملو باماس وعملتو نيجيريا، تهضر نيجيريا شي واحد من دول افريقيا، ولكن تراجعوا. انما ماشي سهل، ماشي سهل، ولكن في آن واحد تتبدا تهيئ نفسك بالنسبه للاطر البشريه، لان هادشي الا مشى في هذا الاتجاه خصك تكون مهيئهم يكونوا واجدين ويكون 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 الى اخره. دونك هادشي متوسط وطويل المدى. فهمتي النقطه الاخرى اللي قلتي لي الله يطول عمرك على السياسة النقدية ياك؟ لا لا برك على سوق الشغل. لا شوف نقول لك، هو ما تنستهدفوش سوق الشغل كسوق الشغل. حنا بالنسبة لنا على أنه تنسهلوا المامورية الآن، لا ما عندي ما نسهل المقاولات
والمقاولات بطبيعة الحال إلا تزادت بالنسبة ديال العمل ديالها والتشغيل هذا الدخول لابد غادي تحتاج أنها تزيد تشغل إلى آخر. هذا هو الهدف الأساسي. وهذا بكل أمانة ما غابش علينا، معلوم ما غابش علينا، لأن لما تنقلوا النمو الاقتصادي، النمو الاقتصادي لاش إلا ما كانش التشغيل، ما عنده معنى وما عنده فائدة. بالعكس الهدف الأساسي هو النمو والتشغيل لزوما، وإحنا بالنسبة لنا هو على أنه نمشيو في الإطار ديال نسهلوا المامورية في هذا الزحف ديال الاستثمارات اللي ماشي فيها المغرب، على أن تسهل المامورية بالنسبة لا للدولة ولا للقطاع الخاص، ولا سيما على أنه أنتم شفتوا رئيس الحكومة قال في الاجتماع الأخير مع البرلمان على أنه القطاع الخاص بالنسبة له تستهدف على أنه يمثل 50% في 2026 وثلثي في 2030. إذن إلا سهلنا على مزيان، بالعكس احنا ماشي نكونوا سعداء إلى التشغيل أولا تنمية ديال شغلت أكثر المقاولات وشغلت أكثر بالنسبة للهدف ديالها. هذا هو، ما فيه حتى شي شكل.